كما في السماء نمهي جيم بيكاهي كذلك على الأرض. بين أويك انتي راستي خبزنا الذي للغد مي فنان خدتوا لغاية ليأتي ملكوتك. طيب احنا بعد ليأتي ملكوتك بيت هناك معرف شوبي. احنا المطلوب مننا اتفقنا ان انا اعرف الجملة واعرف ترجمتها بالعربي كجملة. احنا مش مطالبينكو تعرفوا القواعد ولا معاني الكلمات الدقيقة. انا عايزك بس تبقى عارف ان دي معناها كذا. ماشي؟ لا هو الامتحان مش هيبقى فيه قرايه، لكن ممكن اجيب لك جمله بالعربي واقول لك ترجمتها ايه، او العكس اجيب لك القبطي واقول لك ترجمتها ايه. ماشي؟ بي تي هناك معرف شوبي. برضو معرف هنا حرف الاي، لا مكانه حرف الف، يبقى بي تي هناك معرف شوبي معناها لتكن مشيئتك. ام فريتي قلنا برضو هنا حرف البي اللي انا معلم عليه ده، لا مكانه رو ر. بيت هناك معرف شوبي. بعد كده ام فريتي خانت في نيم هي جيم بي كاهي. ام فريتي خانت في يعني كما في السماء، نيم هي جيم بي كاهي وكذلك على الارض. ماشي؟ بعد كده بين اويك انتي راستي يعني خبزنا الذي للغد. راستي يعني الغد، وبين اويك يعني خبزنا. ميف نان انفو او اعطينا اليوم. انفو او يعني النهارده او اليوم. يبقى بين اويك انتي راستي ميف نان انفو او. بعد كده بقى واغفر لنا ذنوبنا. نرجو ان الناس تركز. اوو كا ني اتيرون نان ايفول. اوو يعني و، كا وايفول معناها اغفر. كا ايفول معناها اغفر. بقول ايه؟ كا ني اتيرون الذي لنا او الذي علينا لنا. يعني ايه؟ اغفر او ضع ما علينا لنا خارجا. احنا كلمة كا ايفول معناها يطرح خارجا او يضع خارجا. فهو دي معنى كلمة المغفرة في القبطي. اوو كا ني اتيرون نان ايفول. وضع ما علينا لنا خارجا. واغفر لنا ذنوبنا. او كاني اتير نون ايفر. ام فريتي، ام فريتي خدناها فوق بمعنى كما. طبعا تحت هنا مكتوبه صح، قلنا فوق الحرف متبدل. ام فريتي الحرف ده اسمه رو. رو يتنطق ره مش زي اللي فوق. يعني ايه مفريتي؟ يعني كما هو الحال. مش احنا بنقول فوق بيت هناك معرف شوبي ايه مفريتي؟ يعني لتكن مشيئتك كما هو في السماء كذلك على الارض. فايه مفريتي معناها كما هو الحال. احنا بنقول لربنا اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا، صح؟ فكما دي معناها ايه مفريتي. يبقى ايه مفريتي معناها كما. هون ايضا، ايضا لنا. انتينكو ايفول
كما هو الحال أيضا بالنسبة لنا أن نغفر إني إيتي وأونن طان إيرو كما نغفر أو كما نحن أيضا نغفر بخصوص الذي لنا عليهم. ملخصها يعني كما هو الحال نحن نغفر أيضا للمذنبين إلينا. نقراها تاني على بعض. أوو كاني إتيرون نان إيفل واغفر لنا ذنوبنا. إيه مفريتي هون كما هو الحال أيضا معنا إن تنكو إيفل إني إتي أون إن طان إيرو أو للمذنبين نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. أوه قلنا أوه يعني و امبيرنتين إخون إي بيرازموس. بيرازموس يعني تجربة. امبيرنتين لا تدخلنا. إخون في أو بداخل التجربة. أوه امبيرنتين إخون إي بيرازموس ولا تدخلنا في تجربة. الله لكن يبقى احنا خدنا كده شوية حروف عطف او حروف وصل. قلنا ايه اوو يعني ايه و الله لكن ايه مفريتي كما هو الحال. ماشي حاجات بسيطة بس عشان بتتكرر كتير في الصلوات بتاعتنا. الله نه مين ايفل نه مين يعني خلصنا او نجينا ايفل ها بي بيت ها او نه مين يعني خلصنا ايفل ها بعيد عن بي بيت ها او الشرير. الله نه مين لكن نجينا بعيدا عن وجه الشرير. الله نه مين ايفل ها بي بيت ها او لكن نجينا من الشرير. يبقى اوو امبيرنتين اخون اي بيرازموس الله نهمين ايفول هابي بيت هو. الختام خين. خين يعني خدناها في رشم الصليب وخدناها في كذا مره في ابانا الذي. خين بمعنى في او بواسطه. بقول خين فران ايم فيود يعني بواسطة اسم الاب باسم الاب. اقول خين خين بخريستوس يسوس بن شويس يعني من خلال او بواسطة المسيح يسوع ربنا. بخريستوس يعني المسيح لازم نبقى عارفينها اختصار وكلمة عادية. بخريستوس يعني المسيح. يسوس يعني يسوع. بين شويس يعني ربنا. يبقى بالمسيح يسوع ربنا. وانتوا في ألحان كتيرة بتسمعوا إيسوس بخريستوس يعني يسوع المسيح. جي لأن ده كده رابع أو خامس ضمير خدناه. خدنا وو خدنا الله خدنا إمفريتي خدنا خين خدنا جي. جي يعني لأن because of ج ثوك تاتي مت اورو لان لك الملك. اورو لوحدها معناها ملك. لما احط قبلها مت تبقى الملكوت او المملكه او الملك. وافكركم ان احنا خدناها فوق برضو في كلمه لياتي ملكوتك. مارس اي ان جي تك مت اورو. مت اورو يعني مملكة او ملك. تحت جي ثوك تيتي مت اورو لان لك الملك. نيم تي جوم والقوة. نيم بي او او والمجد. شا اني امين. نيم معناها و بس بين الاسماء.
لكن أوو ما بين الجمل والأفعال. نيم تي جوم ما نقراها تي، حرف التي يتنطق زي التهية تي، الجنجة بتتنطق جيم طالما ما وراهاش حرف كسر، تبقى نيم تي جوم. خلي بالكو الهدف نقرا، الهدف نقرا، مفيش حاجة صعبة، في حاجة محتاجة تركيز. يبقى جيثوك تيتي متقورو لأن لك الملك، نمتي جوم والقوة، نمبي أو والمجد، شائني أمين. هو اللي أنا فاهمه أن ده متسجل، فأنا هقرأ أبانا الذي كلها جملة وجملة عشان اللي عايز يسمعها في البيت يسمعها. خين فران ايم فيوت نيم بشيري نم ببنفما اث اواب ونوتي ان اوت امين. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اريتين ان امبشا انجوس خين اوشي بهموت اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر. جاي بنيوت تخن في قوي أبانا الذي في السماوات، معرف توفو إن جي بكران ليتقدس اسمك، مارس إي إن جي تكمت أورو ليأتي ملكوتك، بيت هناك معرف شوبي لتكن مشيئتك، إي مفريتي خينت في كما في السماء، نيم هي جيم بيكاهي كذلك على الأرض. بين اي كان تي راستي خبزنا الذي للغد، ميف نان ام فو اعطنا اياه اليوم، اوه كاني اترون نان ايفل واغفر لنا ذنوبنا، اي مفريتي هون ان تنكو ايفل اني اتي او اونن ايرو كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، اوه امبيرنتين اخون ابي رزموس ولا تدخلنا في تجربة، الله نهمين ايفل هابي بيتها او لكن نجينا من الشرير، خم بخريستوس بالمسيح يسوس بن شويس يسوع ربنا، جثوك تاتي متقورو لان لك الملك، نمتي جوم نمبي او والقوة والمجد شائنه آمين إلى الأبد آمين. بعد كده الاختصارات، احنا خدنا شرحناها في الترم الأولاني، شرحنا جزء منها بس برضو حابب يبقى عندكم شوية معرفة بالاختصارات. الاختصار زي العربي زي الإنجليزي، لما أنا جاي أقول لك مثلا etcetera او بالعربي الى اخره بكتب ايه؟ الخ، صح؟ اتسترا بكتب اي تي سي وحط نقطة. نفس الشيء بقى، يعني في اختصارات دي حاجة معروفة في اللغات كلها. القبطي دايما الاختصارات بتبقى للكلمات المشهورة او المتكررة، فطبيعي جدا مثلا كلمة الله اللي هي اف نوتي تختصرها باخد اول حرف واخر حرف اف نوتي وما عليهاش شرطة، ما عليهاش شرطة. الاختصار في القبطي زي ما هنيجي بعد كده هياخد، هتاخدوا بالكو ان بيبقى عليها شرطة من فوق، لكن اف نوتي من الاستثناءات اللي ما عليهاش شرط. ستافروس يعني صليب، بيترسم زي الصليب وبنحط السيمة الأولانية والسيمة الأخرانية وفي النص بنكمل الصليب بالرو. خدتوها؟
طب خلاص هرجع بس نرجع دي برضو. مارتيروس المي وسطها رو، يعني هو هنا الكتاب ابتدى بأكثر 3 اختصارات ما لهمش شرط. بعد كده بسالموس أول 3 حروف اللي هو المزمور، الليل ويا خد أول حرفين، دافيد يروساليم اللي هي أورشليم، إسرائيل شليل يعني صلي، كيريه ليسون يعني يا رب ارحم، سوتير بي ابنفما الروح، إث أواب القدس، إبشويس الرب، إيسوس بخريستوس يسوع المسيح. الأرقام، خدتوا الأرقام؟ خدتوها؟ طب كويس. لا دي مش هتبقى عليكم. انا شرحت ده في ابان الذي ليه ادوات التعريف والتنكير. افكركم احنا خدنا في ابان في اسف في رشم الصليب قلنا ان احنا عندنا في اداه تعريف اساسيه اللي هي البي للمفرد المذكر. دايما حرف البي لو عامل زي البوابه ده حرف البي دايما بيشاور للمذكر في الملكية في التعريف في أي ضماير. الحرف البي اللي عامل زي البوابة ده دايما بيشير للمفرد المذكر. الطاف للمفرد المؤنث. الني للجمع. دي قاعدة في 3 حروف كده كبار دايما بيشاوروا على جنس المتكلم او جنس المخاطب. فلو عايز اقول مثلا سيد المسيح ده ذكر مذكر اقول بي اخرستوس. الست العذراء مؤنث اقول تي بارثينوس. مثلا احنا مسيحيين احنا جمع اقول ني اخرستيانوس. خلاص؟ وهو هنا كتب أمثلة للأدوات التعريف كنوع من أنواع الدباجة في الكلام. في حاجة اسمها أدوات تعريف بديلة، بدل البي ممكن أشيل اليوتا وأحط جينكن تبقى إب، ونفس الشيء التي تبقى إت. زي يعني ممكن اقول هنا اتفي يعني اقول تي في السماء واقول اتفي. اداه اساسيه واداه بديله. في بعض الكلمات اللي بتبتدي بالفيتا باليوتا باللولا بالمي بالني بالاو ابسلون بالرو اسمها فيلم نور، ببدل الاداه البديله بدل اب تبقى اف وبدل ات تبقى اس. يعني مثلا فاكي دي كلمة تبتدي بحرف الفيتا، لو هحط الأداة الأساسية تبقى اسمها تي فاكي، لو هحط البديل تبقى اس فاكي. هنا مثلا ران يعني اسم، ممكن أقول بي ران الأداة الأساسية، لو هحط الأداة البديلة تبقى اف ران. اني أداة التعريف بتاعت الجمع. أداة النكرة او لو مفرد، او يعني واحد حتى بالفرنساوي كده وبالالماني اين، اين يعني اقول لك حاجة مذكرة او الاين، اين يعني واحد. نفس الشيء القبطي او يعني واحد، اقول مثلا او شيري ابن يعني ابن وحيد. طبعا دي تمشي ولد وتمشي بنت. هان للجمع، هان جمع
عايز اقول هان شيري يعني اولاد كثيرين. يبقى انا كده ادوات التعريف بي وتي وني. في المذكر البديل اب واف، والمؤنث ات واس، النكرة او وهان. كفاية عليكم كده، احنا خلصنا. بس انا ليا رجاء محبة عندكم، يعني انا شايف في ناس زهقانة ومخنوقة وبصة في السقف. الموضوع اسهل، انتوا اللي بتحطوا قدام عيونكم ان الموضوع صعب. الموضوع سهل جدا. اللغة القبطية من اسهل لغات العالم، لان كل اللي بنطقه بكتبه، واللي بكتبه بنطقه. انا بصعب على نفس السكة، فيل فري، انت حر براحتكم، بس ما تزعلوش مني، ده هيبقى تقصير منكم. انتوا بتدرسوا لغات اصعب من كده بكتير جدا، وعندكم استعداد تستحملوا التصريفات الفرنساوي بكل صعوبته، ومش عارف ايه في الاسباني وغيره. ونيجي في القبطي، واللي يحط راسه واللي يبص في السقف واللي يتأفف، الموضوع مش مستاهل كل ده. ماشي، اتفضلوا توزع دراسة الكتاب.